السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ساعات كتيرة جدا بتروح عايز تشتري نسخ أصلية من الأوتوكاد، بس بتفاجئ إن أنت هتشتري 50 جهاز، فلا بلاش نسخ نظر أحسن. طيب، هل كل الأجهزة لازم يبقى عليها أوتوكاد؟ في ناس بترسم وفي ناس بتراجع. طب اللي بيراجع دوت ممكن ما يسطبش الأوتوكاد، يعني في ناس مثلا بتسطب الأوتوكاد وهو ما بيستخدمش أي حاجة من الحاجات دي، هو مجرد بس يبص على اللوح أو يطبع أو كده. فممكن نسطب له حاجة مثلا زي ده وترو فيو، هو يقدر يشوف اللوحة ويحط كومنتات وخلاص، تمام، او يطبع خلاص. احنا عندنا في حاجات كتيرة مجانية، تمام، زي مثلا اوتوديسك فيور، بتبدأ تشوف الحاجة اونلاين. في ترو فيو، في ديزاين ريفيو، التلاتة دول مجانيين تقدر تشتغل عليهم بدون اي مشاكل خالص، ممكن بين 360. اهو ده مثلا فيور، بتقول له ارفع لي الملفات وتبدأ تشتغل عليها بدون اي مشاكل خالص، تمام، وتقدر تشوفها في 2D وفي 3D وفي الشيت بتاعها زي ما انت عايز من غير اي مشاكل. فمش لازم اسطب للناس اللي شغاله في الاداره او شغاله في الطباعه او شغاله في المراجعه نسخ ريفيت. برضو بالنسبه للريفيت ممكن تسطب مثلا نفس وركس فيور، ده مجاني تقدر تشوف اللوح من عليه. ممكن في كذا بديل تقدر تفكر فيه، بحيث ان انا ماليش نفس مطلوب مني اشتري 100 نسخة وبالتالي اصرف نظر عن الشراء، لا اشتري 10 نسخ 15 نسخة حسب عدد الناس اللي فعلا بتنتج بتعمل برودكت لواحد.